صاحبي الدنيا بالدلع وجامع عطي تقليبي فيلينج لحتم زبالة حبيبي هو واجبي افري داي محاولة وشحال من كوبلي فديتي ما عايز باقي مسالة وباقي تموت سبيتي عانيت كتير وما دبيع بوتو شحال سفريت في حياتي شحال شفت بعيد ما تبقوا بيع تبعوني قالوا بلاتي صغرت الراس ودرت النيع كنخدم وكنرسم سكاتي حفيتي دراس ما قافية نهضى فيكم من سكاتي ايه شحال عانينا يا خالي وشحال اولي اللي عندك شي مكالمه الله يرضي عليك راني ماشي من هاد المدينه وخرجت عند ساره شويه وتلفت على الدار بغيت على ولدي باش ندوي لولدي جدي الله يرضي عليك اولدي اللي عندك شي مكالمه الله يرضي عليك صافي اشرف واش خاصك مكالمه مرحبا جاتك عيطت لولدك طلعت الدار واش خاصك ساعه اخرى غير مكالمه تاع واحد المكالمه وليدي الله يرضي عليك باش نعيط لولدي وليدي شدتني شحاحه جيب لي واحد قلعة الباب عندك مول الحانوت الله يرضي عليك راه ورا سير وليدي الله يرضي عليك صافي اشرف ها هو التليفون عندك حافظ النمرة ديال ولدك ياك ها وليدي حافظ ها انت تدخل ديرك تكتب نمرتك عيط على ولدك لما جبت لك قلعة المال ها تسناني هاني جاي دار به الشيبان وحق الله الدليل اكس ديال انا يلا ضارب عليه التمارة اخويا راه ما فهمتش وصافي اني جاي قلت لك راه الطريق عامره صافي اني جاي راه الطريق عامره بزاف راه الساعه وانا واقف صافي الساعه انا غنكون عندك دابا تسنيني اني جاي دابا يلا ايش درت صافي قطعي خرجتي عليا مالك اخويا مالك اخويا بعد عروسك واو واو ديري اليوم غتشوف شفت كلشي والله تيخدشي الحبس بالله خويا راه ما كاين والو راه هو اللي خرج لي راه ما كاين والو اخويا واو 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 ناري ناري رجلي ودني عيني ناري غتشي الحبس شي انت والله تيخدشي الحبس فلوس مين من السرقه السرقاش غينوض دابا انت شوف واه شي انت شوف بلا طاجيج بلا اسعاف السكر انا جيت معاك انت راه باين فيك الريزوان هذا راه شنعرفو مزيان راه ما غيتفكش معاك ولا ما تفكش معاك راه غتمشي للحبس اسمعني مع غتمشي للحبس راه انت مع يلا داخل بوجاد راه باياس ولا شوايه انت غتنعس في الدصح ديال الطواليط بعد ما يبدا يدخل يبغي يدوش غيعمرك بالماء غادي تطوي بالشمعة مسخون شوف ما كاين لا والو لا ما فاسره معاه خرج لك طريفه وما تنسانيش انا عندي شمع اخويا ما باغي لا حبس لا شويه لا والو كان حتى الفلوس نفاروها بالفلوس بلاش دابا انا غنفري فري صاحبي شحال خاصك 2000 2000 تلال 3000 جاتك طرواس سوميل انت وانا ندير معاك مزيان نخلالك ب 4000 درهم اخو 4000 درهم بزاف اخو حبيبي ساع شيله ما تخوفش عليك انا نمشي نشوف داك من الطوموبيل ونجي دابا ديك عشيه انا نمشي دابا الطوموبيل ونجي بالي عشيه نمشي بالي عشيه لا انت مريض نعس شا صاحبي صافي نوض نوض عشيري نوض نوض كحلنا امك على نوض الصحيح زلزل الله عشيري نوض صافي اخويا سير اخويا صافي سير اخويا المرة الجاية مش عودة
شو انت مالك اخوي الشكش بكي كاعي بوحدك يا كلاب اسمع فكرت على دارنا مع الفينية مش خايف غنمشيو نقلبوا على داركم غلقاوه مسموم هو بزاف واش دير صح الله يستر معاك السلام كيش الدراري هادشي بكيف شطرت شكون مش عارف فيكم دارو دارو دربنا كيسكن هنا ولكن ما عرفش دار صافي اخويا الله يحفظك ليا ملي عرفنا بعد الدرب راه مزيانه شد فيا سم مزيان عندك نقطه الله شكون هذه يا بطا انا ياسين خويا الله يرحمك الوالدين اخويا الله يرحمك اشحال نقلب عليه الله يرحمه خويا دري مسكين طافين الله يفطرنا على فعل الخير دري يخدمون يرحمك والدينا الله يحفظك الله يحفظك اخويا راه كيشوف خويا تالف في الزرده اللي هي راه الله يحفظك كي راه بزز باش لقيتش الدار صاحبي الله يرحمك والدينا اخويا هاني يلاه مشي واحد اخويا مالك اشناو اخويا تتلطح علينا ومالك اصلح بيا ضرب شناو خويا ما باش يك واحد الدري بليقه مع واحد الدري صغير لابس واحد الجاكيطه حمراء راه داو هي التليفون اخويا راه طلعوا من البلاد الله خويا ما كاين حتى شي واحد الدري صغير هنايا راه تاع دور فيلي ساكن سير عشير قلب على راسك راه موقع لك مو بالرجال فين نتايا بارك واش يرك الله يسهل سير رحمني هنا سير باي باي سافر واحد جوج داو ليا رزقي نصبوا عليا عندهم موطور داو ليا رزقي كيسحب لينا ضربتهم طوموبيل شويه شريف وزكي في الهضره ديالك عطيني الاوصاف ديالهم كشي من بلاصه شاف راه واحد راه عنده الحسانة بحال هكا داير ليها وواحد راه مربي الشعر وبلي مراره بحال نسيم حدا التيران صغير واخا المهم خلي لي النمره ديالك وشي مكان غنتصلوا شكرا الشيف شكرا بزاف خويا السلام عليكم شاف تفاقكم حد الشكاية عافاك لا لا انا عارف الشكاية مرحبا شنو عندك شاف انا الصباح كنت غادي يبين معايا حتى واحد خونا ديال التليفون ومتسيبة في البلاد ولا شنو والله راه ديال الشكاية ديال الصرع واخا مرحبا قول لي عطيني المواصفات ديالو نمشيو البلاصة نديرو واحد الدري بيض راه مربي الشهر عنده واحد الموطور كحل في حي الناسيم حي تيران صغير لا يمكنش ايه المهم حنا غنبحثوا في هاد القضيه وباش ما كان غادي نتصلوا خلي لي النيميرو ديال التليفون ديالك واخا شاف 06 18 67 14 14 07 لا لا شكرا شاف تبارك الله عليك شكرا لك اللعيبه
ليش الغارة؟ عشيري أمور مضبوطة تشمو حوش فيني كونا أقالك إيفي شنو كيف؟ راه ما حدد خلال الضربة هادي راه عارف يصنع خوش منها رابح راه قالك ديك اللعيبة دي الحوش في النار عاودة لي باش يفهمها لا عارفكم الداري ناضي ولكن ناقص شي قايدي شنو هو قايدي؟ الصوماليه قال لي يمشي للقراحة يتقدى واحد الكوبرا أو غدار كاين معاه هذاك الشيء اللي بغيت خليه يمشي يتقدى مهم الدراري الحمد لله ما كاين لا غلط لا والو غدا ان شاء الله تقاسوا ونشوفوا الضربات كيفاش دايره عاير ما نتلاقى مع الدراري شوف كون هاني امان غادي تجينا في العشيه الله الا محتاج لهذيك البراكه وتلبنا وحفظنا واوش الشيف ديالنا واوش واوش الشيف جبناتي لعندك واخا بقى كيتغنى علينا انا معاه شويه صعوبات ولكن احنا عند الكلمه ايه مزيان ولكن هاد الحاله هادي كنديرو عليه سمح لي الشيف شحال بقى ندوي ديما بحال هكا سمح لي الشيف شحال مرة نسمح لك شحال مرة آخر مرة تعاودوها يلا حيدو لي هاديك الميكا وفيقوه يلا مرحبا بسي يوسف مرحبا اسمح لينا على الدخله ديال الدراري ما عارفين السربيز داكشي علاش خويا ما فهمتش علاش جبتيني هنايا علاش الدراري داروا لي هاد الحاله هادي راه ما فهمتش كيفاش كتعرف سميش سي يوسف ما تحتاجش تسولنا ولا شي حاجه حنا راه عارفين كلشي عليك عارفين الكبيره والصغيره دابا خويا انا راه ما فهمتكش انت عارف عليا كلشي وهادو شاديني ديري هاد الحاله شحال فشي فيلم ولا ما فهمتش دابا خويا شنو باغي من عندي جيني من الاخر جانا نجيك من الاخر ما قلتي حتى كلمه العيب ديال الشاد سنة بلاتي تفكر وعيط ليا صافي صافي يا سير
ياك يلا نمشي. ندى المهم راه بينا التليفون صافي غنصيفطك ميساج في الواتساب. يلا نمشي. سلم على بوسه بوسه يلا نمشي. فردة مالك عايتشي لينا الصحب كينشي ونمشي عشيري ما حدك عايتشي لينا وإفري بينا شي ضربة هادي تكون شي حاجة زوينة ماك أخوي شنو كان دراري من الأخر راه ما كاين لا ضربة لا والو أنا بغيت نتشاور معاكم في واحد البلان ضروري حبا عشيري أي تشوى العيبة حنا معاك الفردة دراري نتوما عارفين ما كنخبي عليكم والو غنجيكم باختصار وما نطولش عليكم واحد المافيا بغاتني نخدم معاها مافيا تا وليتي كتلعب الكبير انت شي وبالا خونا حنا راه ما فينا بالضربات الصغار اسمع عشير جاشك مافيا سير قلب على راسك ضربك جاها مره وحده بان لك البلان فدوك خوتنا سير الله يسهل عليك عشير داكشي اللي كنت كنفكر فيه كيف ما قلتوا الدراري غندخلوا معاهم ولكن انتو ما تكونوا معايا وصافي عشير داخل انت راه بحال اللي داخلين حنايا سير على الله على مولاه واش غنقول لك عشير واخا فونديتي في القاصح كيما عندنا ما ندير يخرج من الشماعة شيطان دراري انا عارف كوميشين معايا قالت لي حاجة واحدة دابا غنعيط لها الو وي وي صافي انا معاك واخا نجي مرحبا بكم الاخوان كيف كتعرفوا بلا انا وليت لي من ديال الشاف اي حاجه كيقولها ليا كنجي نقولها لكم بالحرف المهم ما علينا اجيو معايا تسمعوا شي ما بين هاد الكراجات كاملين ها هو الكراج اللي فيه المهمه هذا كراج ثاني عاوتاني يوسف حل معايا دماغ حل معايا دماغ شوف هنا هنا راه كاينه دخيله شوف معايا مزيان مزيان الدار يلا تحطم 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 الدار يل
يلا سل 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 غط على الكاب غط على الكاب نسمع اختك نزل مراكس الطوموبيل عادي سل عليك هذا ما في غادي دير لي فحالك كما قسمت عليك ارى الله تعالى الو السلام عليكم انا بخير لاباس الحمد لله شكون معايا ما عرفتينيش معك يوسف الدار اللي تلاقى معك حدا البحر يوسف ما عرفتكش في الاول ماشي مشكل مسالية إلا إيه كنتي مسالية نتلاقا أنا غادي نهضر خليتي لي ما نقول واخا يلاه يلاه بسلام الله ما في هاد الدرية إلا شكون في حالي مشاو خلاني كي طيح اللي تفكر همي ويكتر عزاني سباب اللي كواني اللي مشاو خلاني كي طيح اللي تفكر لحبيب اللي شاغل بالي واش بالو هاني السعدات ونساني قالو مراسي ونشوف حالي عايش وحداني وحداني نعاني وش حالك نعاني يا ليلي قول وش عالم بالجرالي الزمن خلاني كنشوف الزمن قراني ربي جريج واللي تطير لجبل العالي وعلاش يا غالي علاش يمجري الله الأقدار وكيفاش كتب لينا نتلاقى وكيفاش كتب لينا نتجمع ولكن كانت أحسن صدفة وياش كل اللي قال ذاك المشكل غير رجعنا في حلقة ولكن رب صراحة ما نكذبش عليك ارتحيت لك بزاف صراحة يوسف حتى أنا ارتحيت معك بزاف وشحال هادي ولا كنتمنى نلقى شي واحد يفهمني ونفهمه غير هو عندي واحد السؤال كيدور لي في راسي من نهار عرفتك سوليني أها سوليني مرحبا ماشي شي حاجة اللي غاب ما تخلعش بغيت نسولك غير فاش خدام شحال ديال الوقت وانا كنعرفك ومازال تقريبا كنعرف عليك غير سميتك خدمه شوفي ماشي ضروري تعرف الخدمه المهم مريحين انا وياك ومرتاحين الخدمه من بعد تعرفها صافي ايوا صافي ماشي مشكل كما قلتي كل حاجه كتجيب وقتها نزرب على صلاح بصح ني شفتك انا لا انا راه بخير الحمد لله هادشي اللي بغيت ما قلتيش ليا كيشاتك بعد الخرج لا بالعكس عجبتني الخرجه بزاف داكشي اللي بغينا غير تعجبك يا بسم الله اصلا انا ملي كنخرج معاك كنكون فرحان وراني حتى انا راه كنكون فرحان ايوا غير خطيك هي انت شوف يوسف بلاتي نعاود نهضر في الناس بابا يجي الدروجه هادو شي ما كيبغوش السلام عليكم ندى بخير لاباس عليك كلشي كلشي مزيان الحمد لله شي جالسه بوحدك غير انا وياك مع من بغيتيني نجلس سنة غمال انت ما كاينش انا بوحدي لا بنتي نادى انت معروف عليك زعما مشاهده زعما تكوني شاده شي قصه شي كتاب المهم خلينا في هادشي كي غدا مع القرايه والدراسه صامر الحمد لله بابا اش كتعرف عليا صامر تري تري بيان خلينا من هادشي راه باغي نهضر معك فواحد الموضوع ضروري شنو هو بنتي الله يسمعنا اخبار الخير ما كاين غير الخير بابا ان شاء الله الصراحه ما عرفتش منين غادي نبدا المهم صراحة راني عرفت واحد الدري وهو ناوي المعقول ولكن انا ما بغيتش نزرب في الخطبه والزواج راك عارف مسؤوليه
وقلت زعما كيجي يتعرف عليك وحتى انت تعرفو، وديك الساعات تفاهم انت وياه على شنو غادي ندير. ندى اش كتقولي؟ واش عارفه شنو كتقولي؟ واش عارفه شنو كتخرجي من فمك؟ واش هادشي كامل ضيع ورا ظهري وانا ما فراسي والو؟ ندى هادشي قادي كامل اللي داير فيك ضربتي عليا في الزيرو. بابا لا 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 ما تندير حتى شي حاجه مورا ظهرك، حشومه عليك، ما تحطش عليا الباطل. وزيد لك وكانت نيتي خايبه ولا دماغي فيه الدخل ما كنتش غنجي نقولها لك. انا السيد شفتو ولد الناس وقلت ما بقاش نجلق انايا في الزناقي، ضروري نتشاور مع بابا حتى هو يعرفني معامن. وزيد قلت لك راه انا وين معقول خليني نشرح لك اكثر من هادشي. ندى 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 انت عارفه جيب وحدك اللي عنده عزيز عليا بزاف وما كنبغيش نخسر لك خاطر، حتى لهاد الشيء هذا هادو ما كنتقبلوش. ولكن حيت عزيز عليا انا غنلبي لك الخاطر ديالك، ماشي مشكل. غير ما تعصبش بابا، وانا مهما جيت فتحت معاك هذا الموضوع الا عرفت الدري ما غاديش يخيب الظن ديالي وغيكون في حسن ظنك حتى نتايا. استغفر الله العلي العظيم. لا حول ولا قوه. اش نقول لك يا بنتي؟ اش نقول؟ عيط عليه ويجي ومرحبا به ان شاء الله ويكون خير. هات خويا صافي بارك عليك حدك تما صافي. سلام كده ولدي بخير. هاي سلام بلا كلام ماما الفاش لك صحيح ياك ما كاين باس ياك ما بقاش مع ماما موضوع معاها. واش نقول لك ابا احمد عطا الله وداك تزوجنا كلشي غلا، لا مطيشه لا بطاطا كلشي غلا، كل المراه عندي دابا حامله خليها على الله وصافي والله يفاجئها من عندك. واش غنقول لك اولدي خصكم الله يصاوب لكم خصكم غلات عام جات الحكومه جات الحكومه جات دخلنا واش خلناش على كلشي. البطاطا كانت في 80 كنا ناخذوها ب 40 50 ولات البطاطا ولينا نشوفوها ب 240 ريال. واش غنقول لك اولدي المحامله الله يفكوا حالها على خير. حنا وقتنا كانت زينه ما كتبوش على الله مع الحسن الثاني كانت زينه محمد السعدي اش ما عندنا ما نقولوا، ولكن اخوها الحكومه لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجزيكم الصبر هادشي اللي غنقول الله يجزيكم الصبر اولدي وقتكم راه خايبه. واش نقول لك ابا احمد هضرتك معقوله شحال من واحد قال لي هاد الهضره، ولكن مين تسمت مع عندك انت راني سمعت هاد الهضره وتاكدت ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يفاجئها علينا ويحن علينا. ما تعرف ما عرفتي من هنا لقدام شنو مخبى علينا والله يفاجئها. امين يا ولدي امين. اش غنقول لك الله يصاوب لك الله يصاوب لك اولدي تصاوب بهذا الخير. اه يا حنيت عندك الزهر واحد البلاد ديال تاي جاينيت سفيان هاك ابو احمد. ولدي الله يحفظك الله يستر الله يعطيك بارك الله فيك الله يحفظك ويجيك. ندى الضيف ديالنا راه تعطل. يلا صيفط لي ميساج راه باغي يفطر. حيت بغينا نوضو نصلاو العصر يا ود ندابو ها هو. ها باشي صافي. السلام عليكم. بخير. مزيان. سلام سلام خالد بس عليك ولدي كلشي مزيان رايح مرحبا رايح رايح وانت انا دجي اعمل شي كاسه شي الدري واخا. ايوا ولدي شنو اسمك اللابد؟ اسمي شي يوسف. مرحبا سي يوسف. فين جيتي بوحدك؟ فين الوالدين ديالك ماماك وباباك؟ عمي ما عندي ما نخبي عليك والدي راه مات وفي حديجه السير وانا صغير كبرت غير انا وخويا الصغير وبنتك راه تعرفت عليها في هاد الايام وقلت من الاحسن نجي نتعرف عليك ولا كتب الله راه نجي نخطب. معليش يا ولدي معليش مكتب الله كتصرف الله يرحم ماما ولدي الله يرحمها. وقول لي يا ولدي ولدي يوسف فاش خدام؟ خدام في صندر دابيل انجلوفون. مزيان الله يسهل عليك يا ولدي الله يسهل عليك. المهم شوف حاجه وحده اللي خاصك تعرفها ولدي هي انا بنتي بغيتها تبقى مرتاحه في حياتها اللي كنتي غتعرف عليها تعرف عليها ويحبها من قلبك. العمي كون هاني من هاد الناحية بنت كندير تاج فوق راسي. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. ندى نعم بابا
وفي نواف نمشي ديك البراد ديالاتها نعمين انا غنمشي بحالاتي والله والله الا غنمشي براد لا صافي الله يسهلك ودي الله يسهلك ما تعرفنا على الله يرضيك الله يرضيك الله يسهلك وبلاش انا دابا ديك البراد برده خاصك تقريبا شي جوج ضربات ولا ثلاثة تحنى صافي سيري الضربة الثانية غادي ندبرك على الدرية صافي سيري الو معك البوكس فينك انا في الدرب يلا بقى في الدرب صافي واخا يا ها هو جاك صافي فرد وصلتنا عندكم الشارع لا ما نطول عليك المهم هادي الضربه الاولى هادي غادي لي زافورماسيون ديال الضربه الثانيه البرقيه مفهومه مولاي المهم الشاف راه معول عليكم كونوا قد خدمتكم تعالي دربك الفرد كترو الكعاكه الله يكترو الكعاكه شافوا معك واحد يدفع الخير واحد العصابة تيشفروا في واحد الدار دابا تنشوفهم بعيني هنا صافي الشاف ولات السيبه هنا والله الا ولات السيبه ولاو تيدخلوا للديوره الله يعاون الشاف سلام خويا فين عطاهم العلوان بان ليا كارتي لاعب بان ليا كلشي كامل كلشي طالع ناس ما فهمت والو تاني ما فهمت والو لا بان ليا كارتي ماشي ديال هادشي هذا العلاوي العلاوي
يوسف شنو هادشي؟ مالي الوقت يوسف؟ راهم 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 فلان يبيع وخا هام 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 فلوس اخويا يا صاحبي درا مات ما تطلعش لو كتسنى غير تسمع انا مالي الوقت اصاحبي دير شنو دير لا ما يمكنش انت اش كتخرب واش كتسمر قلبيا انت راه خونا كيخرخر يلا بحالاتنا اصاحبي وانت بالي بقى معايا بقى معايا بقى معايا فاهم سيمو شي عاوننا اصاحبي اتفرج فيا شي بحالاتك تحمل مسؤوليتك ودبر راسك تهلا يوسف يوسف هادي خدمتك غدرتيني وانا كبرت بك ودخلتك لداري وبغيتك لبنتي هادي خدمتك اسمعني اسمعني غير تنفس ماشي بقيت هاد الهضره هادي انا عارفه سي غاط ولكن تنفس تنفس مزيان يوسف بنتي ما بين عيني بنتي ما بين عيني بغيت نقول لك جوج كلمات الا كنتي بصح كتبغاها ما تجيش بعد مني بعد مني عطيتك صح يوسف انا كنبغيها ولكن راه ما نقدرش نبعد عليها فهمني انا ما نقدرش نبعد عليها يوسف لك شي كتبغيه وعدني وعدني تبعد منه وعدني صافي صافي غادي نوعد غادي نوعدك بلي غادي نبعد على بنتك Thank you.
حليب وشنو اخر زيدي خويا عافاك بغيت نسولك ناري اختي كون سمعتك خرجاتك من التليفون مشي تشوف واش الخاتم ولا شنو واش اش باغي بلاتي اخويا بلاتي ما تفهمنيش غلط انا باغا غير نسولك مالك اختي مالك اش بغيتي قولي لي الشرع عطاني 4 هي الخامسه زيدها زيد نكحلو بالعماد العماد شوف اخويا انا عارفه حتى شي حاجه من فابور في هذا الوقت بغيت نسولك على يوسف ايه ايه مرحبا هادي اش غنجيبها غنجيبها ليكوش والحليب مرحبا 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 دابا يمكن لك تسوليني راه قلت لك اخويا على ما بغيت نسولك على يوسف راه عنده خوه صغير بلي ما راسك عرفت شنو غدير هاي تصويرته هذا جاد الشفار شدك معاه نشي كاع شو نشي دريه زوينه وغاده مع هذا جا سيها بزاف هذا شنو هو اللي تسولي عليه هنايا غي 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 ماشي غير حمر لك وجهك غير صفر لك وجهك ها سير اختي بعدي من هاد السيد هذا وحق الله هادشي علاش باغي نكس كان صحابك جي عندي ان شاء الله نزيدو الخامسه الساعه وست ولكن انا قلت لك الموت باس عندك شقول لي انا واش متاكد اخويا كتهضر على هذا شوف مزيان هذا راه قال لينا راه خدام في سونت خضابيل وانا كنعرفو مزيان وعاشرته وجهه ماشي وجه هادشي اللي كتقول فيه انت تاكد اخويا واللي كاين راه قلتو لك اختي هذا الشعر في راه الله يجيب لك شي واحد محسن من داك السيد بعد هذاك راه شفا تا الله يا اخي والله الا وجهه قاصح ما عندوش الوجه على شي حاجه ولكن مزيان حتى انا عندي ما نقول ليه قلبي راه عام بلحش ما بلحية باغي تسلم عليا وجهك قاصح اخويا ما عندكش علاش تمرك وعلاش معيط ليا وزيدها بتعطل من الفوق نادا ما حد عيط لك بغيت واحد الموضوع ضروري باغي تهضر معايا في واحد الموضوع ما مرقتي ما حشمتي نهار مات بابا انا وما كنت حتى شي واحد اللي يوقف معايا البراني كلشي جا هزاني وانتيا خليتيني انت هو الوحيد اللي كنت كنقول غتوقف معايا وغتوقف معايا فوق الشده وخليتينا يوسف هذه هي كتبغيني ياك علاش نهار حتى جيتك ما خليتيني بوحدي باباك مات يا نادا مشى عند الله شو كيموت بين عينيه عمرني كنت ضعيف وما قادر ندير والو اكثر من داك النهار قال لي وعدني باللي تبعد بنتي على المشاكل والصداع وما قدرتش نقول ليه لا ما قدرتش سمحي لي يا نادا ما نقدرش نكمل صافي الحياه دايره هكا تهلا في راسك وسمحي لي حيت ما قدرتش نطلع معك راجل وبلا ما تجاوبيني يا نادا خليني نمشي في حالي تهلا في راسك
انت فين شاد هاد الدراري؟ دخل دخل عليها انت دخل. سير تلعب مع صحابك سير ودير راسك ماشي والو يوسف انت خويا وبغيت نشوفك حلاقتك شارة باقي مع اخوان باقي دروس سير سير تلعب ولا ماشي مالك يوسف على هادشي صاحبي ما مال فاش ليك صاحبي مال في لانطري ما مال فين ضربوا ضريبات ومال فين قصروا ومال في دري زوين وكتريني مع راسك مالك صاحبي شنو اللي بلك بهاد الكارو شنو المشاكل اللي عندك قايدي واخا نعيا ما نصرح والله ما غتفهم وحق الله غير سير تلبسها اقول يا يوسف شنو اللي بدلك اخويا وشنو اللي غيرك كنتي مالك تريح معانا وتجمع معانا ونخرجوا نضربوا ضريبات وكنتي بخير شوفي الا ما بلشتك من الحرام سير قلب لك على شي خدمه فين تلاها اما البوليس الله يرحمه اللي عطى الله عطاه ويسير الله يرحمه راه مات واللي عطى الله عطاه دابا سير شوف واش غدير لك اخويا قايدي كاين اللي كيموت كنتفنوه كنترحموا عليه وكاين اللي كيموت هو حي دفون فينا لداخل خاص هو اللي ترحم علينا حنا بجوج قايدي انا مابقيتش باغي لا نعيش لا نخدم لا نشوف لا نتشوف دابا غير جالس كنتنفس اما انا مت شحال اسمع يوسف واخا انت ما كتعاود ليا والو انا عارف كلشي واحد الحاجه غنقول لك ما تفقدش الثقه راه الامل عند الله كبير شتي توكلك في الله غتوصل اي حاجه توصل لاي حاجه ماشي نقول لك واحد الحاجه شي واحد الحاجه اللي كنتي كتبغيها لا بدا ما غتوصل ليها توصل ليها غيجي واحد النهار اللي غتوصل ليها غتوصل ليها قايدي انت ما غاديش تفهم حيت شتي راسك في بلاصه الا كنتي انت موعد شي واحد اللي غتبعد على بنته شنو غدير الا كنت كنبغي شي وحده انا غندير عليها المستحيل وغندير داكشي اللي غايقول لي دماغي اسمع يوسف داكشي اللي قال لك دماغك وراحت البال ديالك هي اللي غدير بقاش تبع كلام الناس الله في راسك يا يوسف افكر ديك الهضره اللي قلت لك صراحة كنت عارف كتكوني في هاد البلاصة هاد وجيت بغيت ندوي معاك ما عندك فاش تدوي معايا واحسن حاجة والخير اللي غدير فيا هو تمشي في حالك نادا من حقك تقول هاد الهضرة هاد ولكن دير راسك في بلاصة انا راني واعد باك قلت لي بلي راه غادي نبعد منك ولكن ريحت مع راسي وفكرت مزيان بلي اللي كيبغي ما غاديش يخلي شوف يوسف واخا تبقى تهضر حتى لغدا الصباح وتعطيني في الاعذار هضرتك ما غتدخلش ليا الراس حيت بصح كون كنتي كتبغيني عمرك كنتي غتفكر تخليني نادا اللي كنتي باقا كتثقي فيا يلاه معايا وغادي نصرح لك كلشي من اتل زي راه قال لك اللي كيعضوا الحنش كيخاف من الحبل ولكن غنعطيك هاد الفرصه ونشوف شنو غادي تقول عاودتي لي هادشي كامل قنعتيني حيت كان كيحسبني غير بوحدي اللي كنتعذب وكنعاني وكنقير كنفكر فيه ولكن صدق الشيء داز عليك راه ماشي قليل وبصراحه ما نكذبش عليك انا كصحاب ليك كنعاني بوحدي
فيما تكريح راسي كنقول بلي راه كنعاني بوحدي وامتياز كوني نسيتي. شوف يوسف، كلتو خيره فيها خيره، ما عرفناش ربي منين فارقنا هاد المده شنو كان غادي يوقع لينا. الحمد لله اللي هكا، اللهم هكا ولا اكثر. ولكن دابا عاودتي ليا كلشي، حاجه وحده اللي مازال ما عرفتهاش. انا عارف بلي اي حاجه قلتها لك من ا حتى لزد الحاجه اللي ما قلتيهاش لك والله ما عرفتش ليا. الحاجه اللي ما قلتيهاش ليا وكذبتي عليا فيها هي الخدمه ديالك يوسف، وانا راه مشيت لدربكم وسولت عليك وعرفت كلشي، ولكن بغيت نسمع منك. بصراحة عمرني فكرت نقدر نقول لك هاد الهضرة، حيت كنت خايف نخسرك، ولكن ما حدك عرفتيها غادي نقول. أنا خدام مع المافيا، بقات لي آخر ضربة غنديرها معاهم وغادي نمشي بصفة نهائية ما نبقاش معاهم. يعني داكشي اللي سمعت ماشي كذوب، كلشي بالصح ومازال خدام معاهم. ولا كنتي بالصح كتهضر وما كتكذبش عليا، إلا كنت بصح آخر ميسيون ديني معاك. كيفاش؟ واش تصحابينا كنلعبوا ولا شنو؟ راه مافيا هادي، راه بنادم خدام الاسلحه. انت كتقولي لي غنمشي معاك اخر مره، تقولي لي الكلمه ديال غنمشي معاك. عافاك يوسف، ثق فيا، قلتي اخر مره خليني نكون معاك فيها، والله ما نخيب الدم ديالك. انا غير غنمشي معاك، ما غنتحركش من بلاصتي، غنبقى غير نشوف بعينيا. المهم غير نشوفك شنو كنتي كدير والبلايص اللي كتمشي ليهم. كنوعدك هادشي ما غيعرفو حتى شي واحد، والله غنكون عارفه غير انا بوحديتي. انت عارفه يوسف، بابا الله يرحمه خلاني غير بوحدي، ما عندي حتى شي واحد على من نحط الراس، بقيتي ليا غير انت بوحدك. يعني اي حاجه مشيتي ليها ولا درتيها خصني نكون معاك. نادا والله ما عرفتش ما نقول لك والله، ولكن الا كنتي باغي تمشي معايا عندي لك شرط واحد، هو تبقاي بعيده ما غديري حتى شي حاجه. غتمشي معايا ما غديري والو. والله يوسف ما غنتحرك من بلاصتي، غير ديني معاك فين ما وقفتيني غنبقى. المهم هي نكون معاك. شديري راه تحكم. ما تمشيش معايا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.